صوتي راح من التشجيع، خصوصا في الهدف الاخير. يعني انا اصلا قلت في الاول ان انا يعني توقعاتي 1-0، بس فعلا كانوا يعني رائعين، الاداء كان رائع جدا جدا جدا. والله انا بتمنى لو هم استمروا على الحال ده ان شاء الله ان شاء الله هنوصل لكاس العالم باذن الله. يعني وخصوصا دوله كدوله المغرب محتاجه ده، محتاجه دعمنا ومحتاجه كل ده. حقيقي احنا مبسوطين جدا جدا. انا هنا في القهوه وصوتي راح، امال لو كنت في الاستاد كنت عملت ايه؟ حقيقي انا بشجع والله المنتخب المغربي، كان جميل جدا وحاجه يعني في قمه الاداء، يعني مش عاجز اللسان عن التعبير، انا مش قادر اعبر بصراحه اكتر من كده. اللقطات الاخيره بصراحه كانت حلوه، انا كنت متاكده ان هم يعني كانوا في يعني في المستوى، وكانوا ان هم قادرين ان هم يدافعوا عن نفسهم، وما كانش في اي هدف من اي طرف اخر يعني، فاهم؟ فانا كنت متاكده منها، ما كنتش خالص متوتره جدا خالص يعني. ده كان توقعي في الاول، انا رغم ان انا قلت 1-0 بس جوايا كانت 2-0 والله. نعم. حقيقي حاجة حلوة جدا، خصوصا لما تلاقي خصم زي كده يعني الناس بتشجع وكده بالطريقة دي، حقيقي حاجة حلوة. ميرسي. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.